ليست المرة الأولى التي تقمع فيها مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد النبطية مخالفات بعدم الالتزام بالمعايير الصحية وسلامة الغذاء، إلا أنه ما لم يكن في الحسبان حصل هذه المرة. بهي الظروف عم ندفع الثمن للأسف بأولادنا وبصحة أولادنا، لأنه 90% ويمكن أكتر شوي عم نشوف المسائل الحماة اللي هي فاسدة عم تفوت على البلد، لا رقابة ولا قضاء ولا هم من يحزنون. أنا صراحة واحد من الناس اللي ملوع من شي 7 8 شهور، وكل العالم تعرف. بالصدفة جبت أكل من إحدى المطاعم للأسف، وصار في عندي حالات تسمم أنا وعائلتي. 5 كان عندي بالمستشفى، ضلوا تقريبا شي 15 يوم. واحد الدكاترة اللي هو صديق لنا تابع الحالات، ضلوا تقريبا فترة طويلة من وراء الإهمال والاستهتار والوفرة، ليوفر صاحب المطعم أو الملحمة أو بيروح للمسائل اللي هي فاسدة، بيجيبها وبيعها وبندفع الثمن نحن بصحتنا وصحة أولادنا للأسف. أول شيء اللحمة في منها كذا نوع، في أسباني، في برازيلي، في لحم مبرد، في لحم مثلج، وكل لحام عم يشتغل مثل ما بده، ما في لا رقابة عليه ولا في حدا عم يراقبه، والسعر اللي بده إياه عم يعمله، والعرض اللي بده إياه كمان عم يعمله. في لحم مثلج، لحم رخيص بيجي بيقدر يبيع الكيلو ب 400 ألف، في منه عم ببيعه ب 500 وب 600 ويعمل عروضات، وفي منه عم يجيب لحم مثلج ويبيعه ب 800 و 900 مثل كيلو اللحم الطبيعي. هذا الجشع والطمع، بده يضر العالم ويضر الناس. اللحمة أنواع، فيك أنت تجيب لحمة ال 400 وفيك تجيب لحمة ال 500، أنا ما بنصحك فيها بالنهاية. أنت عم تاكل لحمة طازة، بتدفع شوي زيادة بس بتعرف حالك عم تاكل لحم أسباني طازة 100%، كل يوم بيومه نحن بنذبح طازة. أما اللحم المبرد، لحم المثلج، بعطيك أنا اللحم اليوم، بتروح فيها على البراد، بتروح بدك تفرزها، تعمل منها طبخة، تعمل منها شيء، بتشيلها إلى ريحة، ريحة زنخة، لونها بيتغير، مش صالحة للأكل يعني. فلهيك عم بيصير عندنا حالات تسمم وكل الملاحم عم تنكمش. ما في رقابة يا أخي، ما في رقابة. بحكم دورياتنا الدائمة بالأقضية الأربعة، حصبية، مرجعيون، بنت جبال، النبطية، حالات نادرة أنه نسمع عن حالات تسمم بالمنطقة. عم نسمع بغير مناطق، اللي بيشتغل يمكن اللي بيشتغل بمكان ما بده يتهاجم، فنحن بنتقبلها بكل روح رياضية، ولكن الحقيقة بنحكيها مثل ما هي وبشفافية. نحن قايلين ولا ممكن عنا شيء مخبى. نحن الشيء المش منيح وللعيان ظاهر ومؤذي، عنا الجرأة بمكان انه نوقف صاحب المطعم او الملحمة او الاجبان والالبان او المي ونقول اسمه ونشهر فيه. خطأ عادي، بضاعة مش معلن عنها، بضاعة مش معلن عنها، وهو من القانون انك بدك تعلن اسعار انت للعيان للزبون، بدك تعلن السعر. فصار في مولاسني علي الصوت شوي، ولكن بعد ضمن الادبيات وضمن الحدود هيدي اكثر هيك. وبالقانون نفذنا، عملنا محضر عدم اعلان اسعار.